السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من أعلام المربين. إحنا النهاردة هنعيش مع سيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس، إمام الأئمة، حبيب قلبي، له في قلبي معزة خاصة، وسنستمتع سويا بسيرته، وهنلف معاه البلاد، وهنلف معاه في الأفكار، وهنتعلم منه قيمة مهمة قوي، وهي الصبر والمصابرة. الصبر غير المصابرة، المصابرة المبالغة في الصبر على طلب العلم. الإمام الشافعي بيعلمنا المصابرة. اوعى تيأس بسرعة، اوعى تسمعني وتقول ما المعاني العالية دي صعبة عليا إن أنا أوصل لها. صابر، شد حيلك شوية، ما تكسلش. المصابرة، الإلحاح، هذا هو المبدأ، وهذه هي القيمة اللي حنستقيها من حياة الإمام الشافعي. والمصابرة دي يا مولانا، والإلحاح ده يا عم الشيخ، ده سبب من أسباب التزكية والترقية، ياخد القلوب ناحية قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، وناحية قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. أيوة، مصابرة في العبادة، ومصابرة في طلب العلم، ومصابرة في التخلق بالأخلاق، كل ده كان في حياة الإمام الشافعي. محمد بن إدريس المطلبي، محمد بن إدريس يا جماعة ينتهي نسبه إلى قريش في غاية الشرف وقمة الشرف. محمد بن إدريس ولد في سنة 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نص القرن الثاني. هنا بقى في لقطة حلوة قوي قوي قوي، خليكم معايا كده. يقول لك ما ولد الإمام الشافعي في السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة. مات إمام وولد إمام. مات أبو حنيفة سنة 150، اتولد الإمام الشافعي سنة 150. بعض الكتب وبعض المراجع بتبالغ شوية محبة في أهل العلم، يعني يقولوا لا لا لا، مش في نفس السنة بس، لا، بل ولد الشافعي في نفس الليلة التي مات فيها أبو حنيفة. وطبعا ده يعني فيه تكلف شوية، مين اللي قال؟ يمكن ما يبقى صحيح، وغالبا مش صحيح. إنما الصحيح إيه؟ إنه ولد رضي الله عنه في نفس السنة التي مات فيها أبو حنيفة. وإحنا وماشيين كده نلاقي الإمام الشافعي رضي الله عنه، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، اتولد في اليمن، وأخذته أمه حيث كان يتيما فقيرا، يعني مات أبوه قبل أن يولد أظن أو بعد ولادته بقليل، لكنه عاش يتيما وكان فقيرا. لكن والدته كانت فاهمة إنه شريف، يعني له نسب في القرشيين، فأخذته إلى مكة، قالت له علشان تتربى بين أهلك، علشان لا يضيع إرثنا من آل البيت ومن علية القوم في مكة. الإمام الشافعي عاش فقيرا يتيما في مكة المكرمة. فين المصابرة وفين طلب العلم وطلب التزكية وطلب العبادة في حياة الإمام الشافعي؟ المعنى ده يبتدي معانا من دلوقتي. فين الإمام الشافعي دلوقتي؟ الإمام الشافعي في مكة. كم سنة؟ طفل صغير يتيم وفقير، يبدأ ينظر حواليه فيبدأ يستقي العلم والقرآن الكريم، فحفظ القرآن واستحفظه وهو طفل صغير. فين؟ في مكة، فقير، يعني مش من أهل الطرف، ومش من أهل الحياة الرفاهية، ماهوش كده. ومع ذلك صابر واجتهد وألح حتى حافظ القرآن الكريم، وبعدين تعلم العلم في مكة المكرمة. وبعد شوية، بعد ما بقى شاب في مكة، التف حواليه شيوخ العلماء، فكانوا يرجعون لرأيه ويقولوا لو فاتنا عقل هذا الفتى قد لا ندركه. عارفين يا أحبابي، شاعر اسمه الأصمعي، أظن الأصمعي، يقول راجعت شعر الهزليين على فتى في مكة. إيه شعر الهزليين ده وإيه حكاية شعر الهزليين؟
أصل الإمام الشافعي كان يحب اللغة العربية ويثابر ويصبر ويثابر ويلح على أن يتعلم اللسان الفصيح. جربتوا يا شباب ياللي بتقولوا يس وأوكي؟ ماشي يس وأوكي حلوة مش وحشة، لكن اللغة العربية جمال حلوة لأنها لغة القرآن. جربت كده تعلم ابنك يتكلم أو يتعلم اللغة العربية؟ اللغة العربية بقت عقدة عندنا في المدارس دلوقتي في زماننا. تخيلوا الإمام الشافعي يسافر إلى الصحراء هو شاب صغير ويسيب أمه في مكة المكرمة علشان يجلس مع قبيلة هزيل. أنتوا عارفين قبيلة هزيل دي؟ قبيلة في الصحراء ما بتتكلمش إلا اللغة العربية الفصيحة. هو يقعد في قبيلة هزيل يقول مكست بينهم سنتين آكل بأكلهم وأرحل برحلهم وأتكلم بلغتهم حتى صار فصيح اللسان. آه والله، إيه المصابرة العالية دي يا سيدنا الإمام الشافعي وإنت لسه طفل صغير كده ولسه شاب يمكن لم يصل إلى العشرينيات بعد؟ إيه المصابرة دي؟ بتيجوا نعلم قلوبنا الصبر والمصابرة والإلحاح. طب إنتوا عارفين أنا بقول كده ليه؟ إنتوا عارفين أنا ليه بقول نعلم قلوبنا الصبر والمصابرة والإلحاح؟ لأن مشايخنا في الأزهر المعمور علمونا إنه لن تصل إلى العلم وإلى التزكية وإلى رقي قلبك إلا بأربع حاجات. بكم حاجة؟ أربعة. إيه هما؟ شيخ فتاح، ودي تلاقيها عند أبي حنيفة، وكتب صحاح، ودي تلاقيها عند الإمام مالك، وعقل رجاح، ودي تلاقيها عند الإمام الشافعي، ومداومة وإلحاح، ودي برضك تلاقيها عند الإمام الشافعي. مداومة وإلحاح، أربع حاجات ممكن نعلمها لولادنا علشان تكون من أهل الله وتوصل المعلومة صح وتنصاع لك قلوب الخلق. لازم تتبني بالصيغة اللي أنا بقولها لحضرتك، وده مش معناه إن أنا كلامي معصوم وكلامي ما فيش فيه غلطة ولازم، لأ مش قصدي كده، ده اجتهاد. ومشايخنا قالوا اجتهاد مجرب. أي حد سار في هذا الخط اللي سار فيه الإمام الشافعي من المداومة والإلحاح وكان له شيخ فتاح، وهقول لكم مين هو شيخه الفتاح، وكان يتكلم من كتب صحاح، إحنا لازم نتكلم دلوقتي من كتب صحاح، ولا بد من المداومة والإلحاح ومن العقل الرجاح. عاش الإمام الشافعي هو شاب في قبيلة هزيل فحزق اللغة العربية. حزق اللغة العربية يعني إيه؟ يعني صارت تجري على لسانه كالماء، لأن العربية لغة القرآن، وحضرة النبي يقول إيه؟ أحب العربية لثلاث. العربية مش المرشيدس، لا لا لا، العربية يعني اللغة العربية. أحب العربية لثلاث، لأني عربي وبيحبها ليه كمان؟ ده اللي هقوله لحضراتكم بعد الفاصل. أنا في انتظاركم، أراكم على خير. طيب، حضرة النبي يقول بحب العربية لثلاث، يقول لأني عربي، اللغة العربية يعني، بحب العربية لثلاث، لأني عربي ولأن القرآن عربي ولأن لغة أهل الجنة في الجنة العربية. واللغة العربية لغة حية، لغة سرية، فيها مفردات ما تلاقيهاش في الإنجليش ولا في الفرنش ولا في أي حتة في لغات الدنيا. أعظم لغة لغة القرآن، لغة بينبثق منها كل اللغات، عشان تبقوا واخدين بالكم. إحنا النهاردة كأنما، يمكن ده كان مقصود، بقول كأنما قصد لنا أن نكون غرباء عن لغتنا، لغة القرآن. لو أنا اتكلمت بلغة عربية فصيحة أراجع قلبي وأراجع نفسي كمان، أقول لأ، علشان نفهم بعض تعالوا نطعم اللغة العربية بلغة عامية. الشافعي كان مصابرا، المعنى ده معنى عالي قوي. ممكن نقول تعالوا نربط الشباب والجيل بلغة القرآن تاني،
المعنى ده، الفكرة دي فكرة صعبة في زماننا، ممكن نقدر عليها بس بإيه؟ بالمصابرة، بالمداومة، بالإلحاح. يقول: راجعت شعر الهزليين، الأصمعي بيقول كده، على فتن في مكة، وهو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي صار الآن عالما، تربى وعاش بين أهله في مكة المكرمة. طموحه قال له مش كفاية كده، لسه عايز أشبع من العلم، أنا عندي مصابرة كبيرة تخليني ممكن أروح في أي حتة في الدنيا وأقعد عند أي حد من العلماء وأربط قلبي بالحياة الدينية وبالحياة القلبية وبالحياة الروحية، وأربط قلبي بلغة الدين ولغة القرآن. الله 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 الله، يا سلام لو يتنقل لحضراتكم بس حتة من المتعة اللي أنا حاسس بيها وأنا بتكلم عن أعلام المربين، يا سلام نبقى عملنا نقلة كبيرة في حياتنا. الشافعي سمع أن في المدينة المنورة عاشق لمدينة رسول الله ما بيطلعش منها. مين ده؟ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ومالك طبقت شهرته الآفاق. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني اشتهر شهرة، بقى أشهر من أشهر نجم تلفزيوني في عصرنا، أو نجم سينمائي في عصرنا. أشهر واحد مين؟ أنتوا عارفين أهو، الإمام مالك في زمنه كان أشهر من اللي أنتوا قلتوا عليه ده، مع احترامنا للجميع طبعاً، ما إحنا بنحترم الجميع. كان شهير قوي قوي. فالشافعي شاب صغير قال لك أنا ما ينفعش يفوتني الإمام مالك. طب المسافة من مكة للمدينة بعيدة، لا ما تخافش عليا، أنا عندي مصابرة. علموا قلوبكم هذا المعنى، القيمة دي قيمة حلوة قوي لما ناخدها. إنما النصر صبر ساعة، شد حيلك شوي. قال له المسافة بعيدة من مكة للمدينة، ما تخافش عليا. طيب مالك عنده هيبة، ومش بسهولة أبدا يقبلك طالب في حلقته، مش بسهولة أبدا تدخل جامعة مالك بن أنس إمام مدير الهجرة، مش بسهولة. ما تخافوش عليا، أنا عندي مصابرة، عندي جلد. فيعمل إيه طيب؟ خلاص نوى يروح، يطلع من مكة، يروح على فين؟ يروح على المدينة، يسافر المسافة دي كلها. طبعا مش هيحجز في القطر المكيف، طبعا مش كده خالص، سيركب الصحراء وربما يركب قدميه. سافر هو وأمه، بس قبل ما يسافر قال لك نشوف أي مدخل كده يقبلنا به الإمام مالك. فأخذ كتابا، جواب يعني، من والي مكة إلى والي المدينة، ليتوسط والي المدينة للشافعي عند الإمام مالك، علشان الإمام مالك يقبله، يقبل الشافعي طالب عنده. ها؟ أنتوا سمعتوا الكلمتين اللي فاتوا دول؟ مين يتوسط عند مين؟ الوالي يتوسط عند العالم، مش العكس. الدنيا كانت كده، العلماء كانوا كده، أهل الله كانوا كده. لازم الأفكار دي ما تضيعش، ما تتردمش، كانوا كده. أخذ الشافعي الكتاب، الورقة مكتوب فيها رسالة من والي مكة إلى والي المدينة، إنه أول ما يوصلك الفتى القرشي ده تاخده من إيده وتتوسط له عند الإمام مالك صاحب الهيبة، إمام دار الهجرة اللي ما بيطلعش من المدينة ده، علشان يقبل الشافعي الشاب الصغير طالبا في حلقته. يوصل الإمام الشافعي المدينة المنورة ويدخل على الوالي. يا والي المدينة، يعني رئيس المنطقة كلها الكبير، يا والي المدينة، ده جواب جاي لك من والي مكة، من الكبير اللي في مكة، هات. بص فلقاه بيقول له توسط للشافعي عند مالك. الوالي قال له أنت ما لقيتش إلا دي، انت يا اخي مش عارف ده. شوف 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 العباره بتاعت والي المدينه، قال له: لئن مشيت من بطن المدينه الى بطن مكه حافيا اهون علي من ان اسير الى باب مالك. ايه ده؟ اوعى تقول مالك يعني بعبع، لا ده مش بعبعه، دي مش بعبعه يا استاذ، دي ايه؟ دي هيبه، هيبه اهل الحق. ولما تقرب منه تلاقيه حنين ويعلمك ويربيك، بس السفهاء لا يتجرؤون عليه. عجيب قوي ان احنا في زمن الصغار او كثير من الصغار، والكبار موجودين الحمد لله،
العجيب اللي بيوجع القلب أن يتطاول الصغار على الكبار على الأماجد. إمام مالك كان صاحب هيبة يا جدع، بقول لحضرتك والي المدينة كان خايف يقول أنا لا أرى الذل إلا على باب مالك، ده مفيش حد بيذلني إلا مالك، أخاف أقعد أروح له. فالشافعي قال له إزاي الكلام ده؟ طب ما تبعت حد يجيبه لك. قال له بقول لك أنا خايف أروح بنفسي. تقوم تقول أبعت حد يستدعيه، ومن يا ولدي يستطيع أن يستدعي مالك؟ الله 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 على المعاني العالية، الله على الأعلام الكبار، الله على التربية، الله على التزكية، الله على ربط القلوب بالله، الله على أهل الدين لما يبقوا مالين مالين مكانهم، مالي كرسيي، مالي وضعه، كلمته كلمة حق، لا يخشى في الله لومة لائم. الله. قال له ابعت حد يجيبه. قال له ما اقدرش. فالشافعي قال طب وبعدين؟ ما بد، ده انا جاي السفريه دي كلها شربت التراب في الطريق علشان، وبكل صبر وبكل مصابره انا ما ينفعش ارجع من غير ما التقي بمالك. فراح واخده من ايده وقال له طيب ما علينا بقى، نعمل ايه؟ امرنا الى الله، يلا تعالى. وصلوا عند باب الامام مالك. انتوا عايشين معايا الفكره؟ ده الوالي، ده صاحب المنصب، رايح على باب الشيخ الإمام صاحب العلم والهيبة والمحبة لله ولرسوله ولمدينة رسوله، وهو خايف وهو منكسر وهو مرعوب. وقف على باب الإمام مالك، خبطوا على الباب، فطلعت بعد شوية الجارية. الجارية دي يعني الخادمة. طلعت الجارية بصت لقيت مين؟ والي المدينة. أظن هتترعب وتقول له عين لي ابن عمي، وتجري عليه تقول له اعمل لي كذا ومن وساطة الدنيا. لقيت والي المدينة، قالت له مرحب، انتظر شوية، استنى عندك شوية، بلغتنا يعني انتظر شوية. ينتظر والي المدينة برا شوية، يقول والي المدينة فدخلت فأبطأت علينا. انت عارف أبطأت علينا يعني اتأخرت. اتأخرت يعني ايه؟ يعني الوالي صاحب المنصب ملطوع برا، ملطوع على باب الشيخ. ايه ده؟ هي الدنيا كانت كده؟ أمال إيه؟ هي الدنيا كانت كده. وعلشان كده إحنا بنخرج لحضراتكم هذه المعاني، نقول لأهل العلم املوا مكانكم. أنت عايز إيه من الدنيا؟ عايز أرزاق؟ الرزق بإيد الله مكتوب. عايز منصب؟ مالك بالمنصب؟ تعمل بيه إيه؟ صلح قلوب الناس، خلي عندك الشجاعة أن تعيش بين الناس مربيا لهم، ولتسقط ثم تسقط الأطماع والأغراض في مناصب زائلة يصلون إليها بإيه؟ يصلون إليها بالتملق، بتملق أهل السلطة. اتلطع الوالي بره، بعد شوية طلعت الجارية. يعني ما طلعش الإمام، لا طلعت الجارية. طلعت الجارية تقول له إيه؟ يا والي المدينة، الإمام بيقول لك لو عندك سؤال، لو أن لك مسألة اكتبها في رقعة أخدها منك ودخلها للإمام يرد عليك في رقعة مثلها وانت قاعد برا. ولو انت كنت عايز مجلس الحديث، تسمع المجلس يعني، تقعد تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانت عارف مجلس الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، روح استنى الإمام في المجلس عشان تسمع الحديث. يا راجل الكلام ده حصل بجد؟ اه والله. روح يقعد في الجامع استنى الإمام لما يجي. هم أهل الملك على الحقيقة. والله يعني حاجة توجع القلب اللي حاصل، يوجع القلب. روح استنى الإمام بقى. فما قال لها يا بنتي ادخلي قولي للإمام أنا والي المدينة وعايزك ومعاه كتاب من والي مكة ونريدك في أمر مهم. دخلت البنت الجارية يعني إلى الإمام عشان تبلغه رسالة والي المدينة تاني، وأبطأت عليه مرة أخرى، ثم خرجت بعد لحظات في يدها كرسي وكان بينهما حوار. هقول لحضراتكم بعد هذا الفاصل، أنا في انتظاركم وأراكم على خير. مرحبا بحضراتكم في صحبة الإمام الشافعي. وما زال الشافعي مثابرا وعايز يلتقي بإمام الدنيا في زمانه، الإمام مالك.
الإمام مالك صاحب هيبة وصاحب وقار، طلعت الجارية في الحكاية اللي أنا عمال بحكيها لحضراتكم وفي يدها مقعد. مقعد ده يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني كرسي. والي المدينة افتكر إن الكرسي له عشان هو اللي يقعد عليه، ده قاعد واقف. يعني أنا بتخيل الحكاية دي حصلت مثلا في نص ساعة، في ساعة إلا ربع مثلا. طب إيه إحساس الوالي على باب الإمام؟ طب إيه إحساس الشافعي اللي جاي من مكة علشان يتعلم على الإمام؟ مش الشافعي هو شاب صغير كده تمتلئ وجداناته وقلبه وأفكاره بالهيبة من أهل الله؟ مش هو كده؟ مش الشافعي يطلع صاحب هيبة ومكانة ووقار بعد ما تربى بهذه الطريقة؟ مش هي كده؟ مش المعاني دي لازم تورث بالطريقة دي؟ مش لازم نورث بعضنا ونورثها من اللي قبلنا ونورث اللي بعدنا كده؟ علشان يحفظ الله، يحفظ الله بنا دينه. اللهم استعملنا ولا تبدلنا. طلعت الكرسي حطته بره، بعد شوية طلع مين؟ طلع الإمام مالك. الشافعي أول مرة يشوف، أول مرة وأول لقاء ما بين الشافعي عالم المربين في حلقتنا هذه وما بين إمامه الكبير الإمام مالك، ولأول مرة أشوفه. وكانت هيبته عظيمة وكان جبينه منور، وطلع بالهيبة دي كلها كده، حاجة عالية قوي، حاجة جميلة جدا. فجلس على الكرسي ووالي المدينة واقفا. يا خبر أبيض، الوالي راح مديله الكتاب وبتهيالي كده ايده كانت بتترعش كده وبيدي للامام مالك. هم الملوك على الحقيقه. اه والله مش اي حد يعني، مش الكلام لازم يبقى كده. وكانوا من ازهد الناس في السلطان. يعني الامام مالك ده بهيبته دي لو راح واقف في المدينه وقال لهم انا والي المدينه مكان الرجل ده وانا اللي هحكم في البلاد والعباد، الدنيا كلها كانت هتمشي وراه وكانوا هيسمعوا كلامه وكانوا هيقلشوا الوالي. لكنهم كانوا من أزهد الناس في السلطان، كانوا من أزهد الناس في أن يحكموا بين الناس. هم الملوك على الحقيقة. والله يرحم شوقي كان يقول عن علماء الأزهر إيه؟ كان يقول كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا ومش عارف إيه كده، كان يمدحهم يقول وأعز سلطانا وأكرم جانبا. ده كان يقول عن العلماء، علماء الأزهر كده. قاعد الإمام مالك فرح منوله الوالد الورقة الجواب يعني. قرأ الإمام مالك، الشافعي بيقول فلما وصل عند كلام والي مكة إنه وقبل محمد بن إدريس ليتربى ويتعلم وليقرأ الحديث على يديك، أول ما وصل عند النقطة دي عينه احمرت وغضب وأخذ الكتابة والورقة وراح رميها بعيدا وقال منذ متى، من إمتى يؤخذ الحديث والعلم بالوسائط؟ انت جايب واسطة عشان تتعلم الدين، تتعلم الشرع، تتعلم الآيات والأحاديث وتتربى، جايب واسطة وواسطة كمان والي المدينة، يعني واسطة عالية قوي كبيرة. منذ متى يؤخذ العلم بالوسائط؟ وراح رامي الكتاب في وشه بعيد كده يعني. طبعا المعنى ده على طول يتزرع ويتغرس في قلب الإمام الشافعي. طبعا الفكرة بالطريقة دي فكرة تربوية في المقام الأول. يمكن أقول تاني، فكرة إيه؟ فكرة تربوية. الشافعي لما شاف كده قلبه اتغير فيه حاجات، دي التربية. عشان كده بقى الشافعي، وعشان كده بقى مالك، وعشان كده بقى أحمد بن حنبل، وعشان كده ورثونا علما ما زلنا نتربى عليه لغاية النهاردة ولسه مستمر معانا السنين والأعمار اللي جاية والقرون اللي جاية، عشان التربية، عشان مبدأ المعنى التربوي في حياتهم. الشافعي لما شاف المسألة كده وشاف الكتاب اترمى بعيد قال لا إله إلا الله، بتوع السياسة ضيعوا حياتي، أنا مالي ومالي الولاية مولانا ومالي مال بتوع المناصب، أنا مالي. وراح جاري على الإمام مالك، أصل هو رمى الكتاب ووقف وهيدخل البيت خلاص، ضاعت رحلته الشافعية. فجري على الإمام مالك مسك فيه قال له يا مولانا يا سيدي ما جئت إلا لأتربى ولأتعلم على يديك. بصوا اللقطة اللي جاية ديت يا جماعة. يقول فنظر مالك في عيني، في عيني مين؟ الشافعي شيخنا اللي احنا عايشين معاه في هذه الحلقة. بيقول فنظر في عيني الشافعي بيقول إيه؟ وكانت لمالك فراسة. ياه
الفراسة يعني نور في القلب يرى به المؤمن، يرى ما لا يراه الناظرين. والله يا جماعة الشافعي بيقول عن شيخه الإمام مالك: وكانت له فراسة، قال: فلما نظر في وجهي قال له: ما اسمك؟ اسمك إيه يا ولا؟ قال: اسمي محمد بن إدريس الشافعي. فقال مالك: يا محمد، إن الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية، لأن عشت ليكونن لك شأن من الشأن. ما كانش محتاج واسطة، ما كانش بعبع الإمام مالك، كان فاهم وكان عايش ومالي مكانه وكان مربي، كان بيربي. قال له بفراسته لما بص في قلبه لقاه كده، بص في وشه لقاه منور ولا عنده الاستعداد، قال له: ليكونن لك شأن من الشأن. وبالفعل كان له شأن من الشأن، الشافعي صاحب المذهب الثالث من المذاهب الفقهية، صاحب المدرسة التربوية العالية. قال: ليكونن لك شأن من الشأن، لأن كنا في المساء فأتنا في مجلس الحديث في مجلس رسول في مسجد رسول الله. الإمام الشافعي ما كدبش خبر، وراح رايح في المساء جايب الموطأ كتاب الإمام مالك يعني، وجلس على الإمام مالك وأخذ يقرأ: ويستحسن مالك قراءته. شفتوا المصابرة؟ لو حد مكانه واقف على باب مالك ولقى الإمام مالك عمل كده في الوالي في الرئيس، أظن بقى أنه يترعب ويجري وما يبقاش عنده مصابرة. أنا دي قيمة حلوة قوي، قيمة مهمة قوي، ما تيجوا نتعلم قلبنا، نعلم قلبنا ونعلم الناس. خلي عندكم مصابرة على التربية والتعليم، التربية والتعليم والترقية بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا أحبابي، فكان مالك يستحسن قراءة الشافعي، والشافعي يقرأ عليه ويتعلم، حتى انتهى من موطأ مالك في فترة وجيزة، وبعدين تتلمذ على يد مالك في المدينة سنين. ولو أنه كان في خلال الفترة يسافر هنا ويسافر هنا ويسافر هنا، إلى أن مات الإمام مالك سنة 179، وعاش بعده الشافعي ينشر العلم في الآفاق. سافر الإمام الشافعي بغداد والعراق والكوفة ومكة مرة تانية، كان مصابرا، ونزل بغداد وعاش في بغداد وتعلم، كان مصابرا، كانت عنده همة عالية ومصابرة لا يفلها الزمن ولا الأحداث. وصار الشافعي نجما من نجوم أهل الله، تربى على يد أهل الله الأكابر، وربى من بعده من تلامذته وطلبته. وكان أبرز واحد من طلبة وتلامذة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل، أيوة، صاحب المذهب الرابع من المذاهب الفقهية المعروفة والشهيرة. الشافعي بعد أن دار وراح وجه، بعد تفكير طويل عزم أن يزور مصر. ودي يا جماعة المرحلة الأخيرة من حياة عالم الأعلام، مربي السالكين، أقدر أقول عليه كده، مربي السالكين إلى الله، مربي الطلبة، مربي الراغبين في القرب وفي الترقي في مراقي القرب. الشافعي في آخر مرحلة من مراحل حياته عنا له أن يزور مصر المحروسة. الإمام الشافعي اللي عمالين بنحكي عنه في الحلقة دي كلها جه مصر، أيوة يا أستاذ، عاش في مصر والتقى بالليث بن سعد وبالسيدة نفيسة، نفيسة العلوم، في مصر المحروسة، وعاش فيها أعواما، وغير بعض آرائه في الفقه نزولا على رأي الليث بن سعد إمام مصر في هذا الزمان. ليه راح مصر الإمام الشافعي؟ لا، ما راحش مصر وخلاص، لا، عاش فيها ومات فيها ودفن في مصر، ومكان دفنه معروف حتى الآن. ده من حب المصريين في الإمام الشافعي وفي أهل العلم، المنطقة كلها اللي دفن فيها الإمام الشافعي اسمها منطقة الإمام الشافعي، لا والله اسمها الإمامين. الإمامين مين الإمامين دول؟ الشافعي والليس ابن سعد، الاثنين مدفونين في منطقة واحدة هناك في القاهرة القديمة. الشافعي دخل مصر، عارفين
وهو داخل هو خلاص مفكر يروح مصر ويقول ايه، يقول الكلام اللي انا هقوله لكم دلوقتي. يقول: واصبحت روحي تحن الى مصر، واصبحت روحي تحن الى مصر، ومن دون ذلك قطع المهامه والقفر، ووالله لا ادري العز والغنى اساق اليها ام اساق الى القبر. وهو بالفعل نال الغنى ودخل القبر في مصر. وفي مصر كان تلامذة الإمام مالك، وحدث بينه وبين بعض الناس هناك مناظرة، والمناظر للشافعي في مصر كان من تلامذة مالك وحاجه الشافعي، فشتم هذا الرجل الشافعي، وكان والي مصر من الأشراف يعني نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الشافعي مصر أقطع له مالا ومرتب من بيت المال، فصار غنيا الشافعي رضي الله عنه، وكمان صار ينشر العلم، وتناظر مع هذا الرجل فشتمه، فسمع الوالي ان الرجل شتم الشافعي فجلده الحد وحمله على حمار بالمقلوب ويضربه ويمر به في شوارع القاهرة، وحواليه واحد يقول: هذا جزاء من سب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش تشيع ولا حاجة، لكن احترام للشافعي لأنه الشافعي ولأنه العلم الكبير، وكمان لأنه ينتهي نسبه يعني قرشي مطلبي رضي الله عنه وأرضاه. مرض الشافعي في مصر سنة كام؟ سنة 204، ولقي ربه صابرا محتسبا مخلفا لنا علما غزيرا ومذهبا فقهيا كبيرا وقيمة تربي القلوب على القرب من الله، وهي المصابرة والإقبال على الله. إن شاء الله نكمل مع حضراتكم مع أعلام المربين في حلقة قادمة وعالم جديد. إلى أن أراكم هتوحشوني جامد قوي. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.